يا اهلا بحضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. الفقره اللي هنتكلم من خلالها عن موضوع اعتقد ان هو مهم جدا، هنتكلم عن خلايا الدم. ايه هي اصلا خلايا الدم؟ ازاي بتتكون؟ ازاي بتتجدد؟ ايه هو فقر الدم؟ هل ينفع ان احنا ننقي دمنا من السموم عشان نقدر بقدر المستطاع نحافظ على صحتنا؟ هل ده ممكن يتعمل؟ يعني ده شيء قابل للتنفيذ ولا لا؟ كل دي اسئله عايزين نعرف لها الاجابات عليها، والاجابات موجوده بالفعل عند الدكتور ادين ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز اللي دايما بتنورنا في البرنامج. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم. اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. يا رب دايما في احسن صحه واحسن حال. تسلم تسلم. هنتكلم النهارده عن حاجات مهمه جدا طبعا. انا بس عايز في البدايه استاذنك في تفصيله كده. انا واحد من الناس عرفت على كبر ان فقر الدم مش معناه ان يبقى الشخص مثلا رفيع زي حالاتي. انا كنت معتقد ان الشخص اللي يتقال عليه ان عنده انيميا او عنده فقر دم لازم يبقى يعني جسمانيا رفيع. اكتشفت مؤخرا من كذا حد من الاصدقاء، يعني معظمهم من الصنف المكلبط، وكل يقول لك ده انا عندي فقر دم وعندي مشكله في صح. ده كان مفهوم مغلوط بقى عندي. طبعا مفهوم اكيد مغلوط. فقر الدم ومشاكل كفاءه الدم مش قصه ان الرفيعين، بالعكس. أوكي. خالص. الحقيقه ان الدم مهم جدا لجسم الانسان، لان هو اعتقد الدم هو اللي بيحافظ على البشريه. ليه الدم مهم وبالنسبه لفقر الدم؟ طبعا جدا لان الدم هو وسيله المواصلات لنقل اي حاجه، بنعتبره التاكسي. هو اللي بينقل الاكسجين من الرئه للخلايا، هو اللي بيخلي خلايا الدم البيضاء بتمشي في الدم عشان تحارب اي فيروس او اي بكتيريا. يبقى لازم مناعتي تبقى كويسه، لازم الفيتامينات والمعادن يبقوا كويسين. هي اللي بتنقلي الفضلات والتوكسينز لحد الكبد للكبد والكلى عشان نتخلص منها، وهي اللي بتحافظ على حراره الجسم ثابته. فلازم لازم طبعا مهم جدا ان احنا نحافظ على كفاءه الدم ونحافظ على كرات الدم الحمراء اللي هنتكلم عليها، ازاي نقدر نحافظ على كرات الدم الحمراء وما تقلش معانا، ونحافظ على الخلايا المناعيه. فالدم طبعا مهم لكل حد فينا بلا استثناء، ستات، رجاله، شباب. لان على فكره اكيد الستات بيجي لها فقر دم اكتر من الرجاله، عشان كده لما بنيجي نعمل السي بي سي بتاعنا بيبقى الست بنديها اقل شويه، لكن بتلاقي شباب دلوقتي عندهم فقر دم اكيد. هو اصلا فقر الدم دكتوره دينا عباره عن ايه؟ يعني ايه فقر دم؟ فقر الدم الانيميا ان النخاع العظمه ما بيقدرش ان هو ينتج كرات دم حمراء بكفاءه او بنسبه عاليه. لازم كرات الدم الحمراء تتفرز من نخاع العظم، تقعد 4 شهور وبعد كده بتروح على الكبد. يعني مرجعيه فقر الدم من عدم وهي كرات الدم الحمراء. طبعا يا اما النخاع بتاعنا ما بيفرزش كرات دم كفايه، يا اما بيفرزها وبتتلف بسرعه، فدي مشكله كبيره جدا. نقدر نعزز الكلام ده اكيد بالمكمل الغذائي يا كريم اللي جاي اتكلم عنه. قلب مالتي فيت، احنا مش عايزين يبقى عندنا فقر دم. طبعا فقر الدم هتلاقي كتير مثلا عندهم دوخه، مش عارفين ان ده مشكله نقص كرات الدم الحمراء ونقص الاكسجين. عندنا كمان من الاعراض التعب المستمر، دي التنفس، الاكتئاب، الدوخه، كل الحاجات دي، اصفرار الوش. على فكره فقر الدم بيبان وشي مصفر، نمو تنميل في الاطراف، الاكسجين مش واصل لاطرافي. فنقدر نعزز كفاءه الدم سواء من فقر الدم او حتى نعزز من الانتي بوديز والخلايا المناعيه بقلب مالتي فيت. ايه هو قلب مالتي فيت؟ الحقيقه مكمل غذائي رائع فيه كل الفيتامينات والمعادن اللي تقدر تحسن لك جدا كفاءه كرات الدم الحمراء، فما نعانيش من انيميا. ما ينفعش ان احنا نعاني من انيميا، كل اجهزتي عايزه الاكسجين، كل اجهزتي عايزه الخلايا المناعيه، لان احنا عندنا دلوقتي فيروسز كتير وبنصاب بنزلات البرد كتير، فلازم نقوي دمنا، مهم جدا. طيب اشمعنى دينا بتقول قلب مالتي فيت؟ لان الحقيقه قلب مالتي فيت من 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 اهم الفيتامينات اللي تقدر تستهدف وتنت. طبعا مع الحديد انا هتكلم على قلب مالتي فيت، بس ده لا يغني عن ان احنا نعرف مخزون الحديد عندنا. مهم جدا، لان احنا نعمل السي بي سي بتاعنا على الاقل مره كل 6 شهور، نتاكد ان الهيموجلوبين ما بيقلش عن 12 للستات وما بيقلش عن 13 للرجاله. اوكي. ونتاكد من مخزون الحديد. مع ده هنستخدم
ألب مالتي فيت اللي احنا شايفينه على الشاشة دلوقتي يا كريم. أيوه. طبعا ألب مالتي فيت فيه أول حاجة مهمة لكفاءة الدم فيتامين بي كومبلكس، عائلة فيتامين بي من كلهم، يعني الثيامين مهم، فيتامين بي 1 والنياسين مهم جدا، حاجتين لإنتاج كرات الدم الحمراء، الفوليك أسيد اللي هو فيتامين بي 7 بلس الكوبالامين، الكوبالامين فيتامين بي 12 مهم جدا ان احنا ندعم كرات الدم الحمراء، لان الاكل مش كفايه، يعني الاكل بتاعنا مش هيبقى كفايه يديني كل الفيتامينز دي. احنا شايفين حتى لو كمياته يعني حلوه مش كفايه، احنا يوميا مش معقوله كل يوم هناكل كذا كيلو لحمه مثلا، احنا يوميا محتاجين الفيتامينات دي. القرص اللي احنا شايفينه فيه كل الفيتامينز دي، عائله فيتامين بي كومبلكس كلها من فيتامين بي 1 2 3 5 7 6 7 و 9 و 12. عندي حاجه مهمه جدا كمان، الزنك، الزنك مهم جدا للمناعه. احنا كده ظبطنا فقر الدم، عايزين نظبط الخلايا المناعيه بتاعتنا والانتي بوديز. عندي زنك داخل كبسوله ألب مالتي فيت، عندي فيتامين سي برضو مهم جدا للمناعه، عندي الكوبر، الكوبر اللي هو النحاس. يقولوا لي ايه احنا اول مره، طب سمعنا عن فيتامين بي كومبلكس، اول مره نسمع ان النحاس ده مهم للدم. النحاس هو اللي بيخلي كرات الدم الحمراء توصل للحديد، دي مهمه، بيقدر يوصل للحديد. فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد، حتى لو بناكل لحمه كتير ما بيحصلش امتصاص للحديد. بتشوف ناس لا انا عندي انيميا وباكل لحمه لكن عندي انيميا، خلي بالك من فيتامين سي بتاعك، فده مهم. اكيد المكمل الغذائي ألب مالتي فيت مهم جدا، اقول انه موجود في جميع الصيدليات، لان دلوقتي على السوشيال ميديا عندي دكتوره دينا الاقي ألب فين، الاقي ألب فين، التليفونات للاستفسارات. انا احب جدا ان انا اشتري مكمل غذائي من الصيدليه، ده بيديني امان انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء، فباخده من الصيدليه، ده بيديني الامان الكافي انه اتعمل عليه تستات، فدي حاجة مهمة جدا. حلو. المكونات بقى اللي انت ذكرتيها دلوقتي يا دكتورة دينا، هل النسب بتاعتها تتناسب مع فكرة اللي انا فاهمه ان هو بيبقى حباية واحدة في اليوم، صح كده؟ طبعا طبعا. دي حاجة مشروعية في النسب المكونات؟ اول حاجه طبعا ألب مالتي فيت مختلف عن كل المكملات او معظم المكملات الغذائيه، هو النسبه الاعلى في الزنك، وانا بقول ان احنا بناخده قرص واحد في اليوم لايف تايم، ما فيهوش اي مشاكل، ومش لازم يكون اوريدي عندي مرض ما بشتكي منه. لا لا، انت كدا؟ بتدعم دمك بيه، بتدعم طاقتك بيه، بتدعم مناعتك بيه. الستات تقدر تحلو معاه لانه بيظبط جدا البشره والهالات السوداء، هتلاقي نفسها بعد فتره مش محتاجه تحط. طب احنا مالناش نفس نحلو، انت بقى معانا نحلو يا حضرات، برضه فرصه كويسه طالما المنتج بيعمل السحر ده. مهم جدا للشعر. أوكي. لتساقط الشعر. مهم جدا للعظم، يعني هتكلم معاك ان شاء الله برضو في حلقه تانية عن هشاشه العظم، قد ايه ألب مالتي فيت مهم جدا لهشاشه العظم والحفاظ على كثافه وكتله العظم عندي، لانه بيحتوي على كالسيوم. اوكي. طيب برضو عايز اسالك على تفصيله كده، لان اكيد جانب كبير وناس كتير من اللي بيتابعونا رياضيين، سواء بيلعبوا بقى بشكل يعني رياضات ما بشكلها الكلاسيكي المتعارف عليه، فرق وتمارين الى اخره، او الناس اللي هي مواظبه على مروحه الجيم. ايوه. الى اي درجه المنتج ده برضو ممكن يكون مفيد للشخص الرياضي بشكل عام؟ كل معظم الرياضيين ما بيلعبوش جيم غير بالمكملات الغذائيه. بروتين رقم واحد، بروتينات لحوم وكده، البيض حلو قوي، هتلاقي مثلا قبل ما بيروح الجيم او قبل ما بتروح الجيم، انا اختي بشوفها قبل ما بتروح الجيم الاقي عامله ست بيضات، اقول لها ايه اللي طالعه على الجيم. ايوه هي مقيمه هناك. لان البروتين مهم جدا جدا. مهم اي رياضي او رياضيه هتستخدمي او هتستخدم ألب مالتي فيت، من اهم الفيتامينات لاي رياضي اول حاجه الزنك. الزنك مهم جدا لان هو اللي بيريح لي الياف العضله، فما بتحسش بالتعب العضلي بعد ما بتتمرن كتير، يعني بيساعد على الاستشفاء. طبعا. طب الاستشفاء من التعب العضلي. حلو. مهم في ألب مالتي فيت عائلة فيتامين بي كومبلكس لأي حد بيروح الجيم أو أي رياضي أو أي رياضية، لأن فيتامين بي كومبلكس هو سحر الأعصاب.
مهم ان انا ادعم اعصابي. بتلاقي مثلا احنا خلاص اخذنا البروتين عشان العضلات بس بتلاقي مثلا ولاد كتير بيحبوا يشيلوا اوزان. لو ما خدش الب مالتي فيت اللي فيه كل عائله بي كومبلكس من زي ما انا قلت الكوبالامين والرايبوفلافين والفوليك اسيد، هتلاقي هو بيشيل الاوزان ايده بترتعش، اعصابه مش مستحمله. فعشان نعرف نقوي عضلاتنا ونعمل بنيان حلو هناخد الب مالتي فيت عشان ما احسش بالشد العضلي وما احسش بتعب اعصابي وانا بشيل. مهم قوي فيتامين سي لكل رياضي، لانه فيتامين سي بيحول لي الاكل الطاقه، هو وفيتامين اي ومضادين للأكسدة. مهم الكالسيوم جدا للستات والرجال عشان أحافظ على بنيان عظمي طبعا. فطبعا الرياضيين حلو قوي لو يتاخد بعد الفطار عشان الطاقة. يمكن كل الرياضيين عايزين طاقة إنهم يقدروا بيقعدوا بالساعتين والتلاتة في الجيم فعايزين طاقة. ألب مالتي فيد من أفضل المكملات الغذائية ليهم. المالتي فيتامينز هل من شأنها إن هي تساعد على فتح الشهية فبالتالي زيادة الوزن للناس اللي عندهم النوع ده من المشاكل؟ انا قصه ان الفيتامينات بتخن دي، انا الفيتامينات انا خدت الب مالتي فيت وخسيت. لا القصه دي مش صح خالص. أوكي. بالعكس انت بتدي لك طاقه اكتر، بيعلي ميتابوليزم الجسم اكتر، بيعلي الحرق اكتر. بالعكس انت بتحول الاكل طاقه. بيعلي الحرق اكتر معناه انه يبقى بيخسس بقى اكتر. بيخسس طبعا. أوكي. بيساعد جدا على انقاص الوزن لان الاكل ما بيتراكمش، ما بتحولش لدهون، هو الاكل على طول بتحول طاقه. فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين بي كومبلكس بيدي لك طاقه، بيدي لك مناعه وبتخس. قصه بس الحاجه الاكيده ان كده كده المكملات الغذائيه ليها اهميه كبيره، لان الاكل لوحده مش كافي انه يدخل جسم الواحد الكم المطلوب من الفيتامينز والمعادن الى والحديد. يمكن اكتر ناس عرضه كمان للنبات فقر الدم، دي قصه كبيره قوي. يعني فقر الدم يعني الاكسجين مش هيوصل للخلايا، يعني هدوخ، يعني الاكسجين مش واصل لمخي. قصه كبيره. من اكتر الناس اللي بيتعرضوا للفيجيتيريانز طبعا لان بياكلوا الحديد من النبات. النبات الحديد بتاعه رديء الجوده مش بيمتص اصلا. حتى اللي بياكلوا اللحوم، يمكن ناس كتير عندنا ما بتاكلش، ما بتعتمدش على غداهم في اللحمه، فانت اكيد عندك نقص في فيتامين بي. الحلو ان فيتامين سي، فيتامين سي بيعلي لي نسبه الحديد، ودي حاجه مهمه. فالفيجيتيريانز اكتر عرضه، اللي ما بياكلوش لحمه كتير اكتر عرضه لفقر الدم اكيد. طب انت كنت يعني في مجمل اجابتك على سؤال يعني فات من شويه قلتي مصطلح كفاءه الدم او كفاءه خلايا الدم. صح. الكفاءه دي تقصدي بيها ايه؟ كفاءه خلايا الدم، الدم مكون من كرات الدم الحمراء الاريثروسايتس. لازم دي تبقى كفاءتها عاليه، وبنعززها بالب مالتي فيت لان هي اللي بتنقل الاكسجين من الرئه للخلايا. تاني حاجه الليكوسايتس، كرات الدم البيضاء اللي مسؤوله عن حرب الفيروسز اللي موجوده دلوقتي. فدي مهمه جدا ان احنا ندعمها بالب مالتي فيت اللي احنا شايفينه على الشاشه. تالت حاجه عندي الثرومبوسايز، الصفائح الدمويه. الصفائح الدمويه دي اللي مسؤوله عن تخثر الدم او تجلط الدم ويمنع النزيف، عشان لما نيجي نتعور ما نقدرش دم، نقدر ان احنا نلم الدنيا يتجلط. دي الثرومبوسايتس. والبلازما لازم كفاءه الدم تبقى عاليه في كله، مناعتي تبقى عاليه، كرات الدم الحمراء تبقى عاليه. هناخد الب مالتي فيت هيظبط لنا جدا كفاءه الدم، هيظبط لنا مرور الاكسجين في الخلايا، هيظبط لنا مرور الفضلات تطلع على الكبد والكلى ونتخلص منها. العبوه اللي احنا شايفينها ده قرص واحد بس يا كريم في كل الفيتامينات والمعادن دي، هيتاخد يوميا. لازم اقول ان بيبعتوا لي كتير جدا جدا، بنشوفك في قناه الاهلي، ان يجيب الالب مالتي فيت فين؟ مش هتلاقوه عندي على السوشيال ميديا، هتلاقوه في الصيدليات. كلموا الصيدليه اللي عندكم، الساده الصيادله يقدروا كمان يطلبوه عن طريق بس الرقم. لكن انا احب المكمل الغذائي الحقيقي اخده من الصيدليه، ده مهم. طبعا مهم طبعا. جدا. انت كده بيدي لك الامان، انت بتبلع حاجه. لا وبعدين بقينا مؤخرا في قنوات ما يعلم بها الا ربنا، بقينا نشوف اعلانات ما يعلم بها الا ربنا لمنتجات ما يعلم بها الا ربنا، معموله كلها يعني ما فيش ذره شك انها معموله تحت بير السلم. لا بالظبط. يعني فطبعا شيء مهم جدا. لا ده خطر جدا على الصحه، خطر جدا. لازم اولا القناه اللي احنا بنطلع فيها قناه محترمه جدا،
معروف عني من زمان بقالي 7 سنين لا يمكن اتكلم على حاجه غير وانا مجرباها وشايفه تراخيصها، والب مالتي فيت موجود في الصيدليات، فخلاص انت عارف ان قناه والدكتوره والتراخيص، فانت عارف ان هو امن ومعمول بكفاءه عاليه جدا. حلو، احنا اتفقنا ان هو بيتاخد قرص مره واحده في اليوم. هل قبل فطار او قبل غداء او قبل عشاء ولا لا؟ مش بعد فرق. الاكل بنص ساعه على كوبايه ميه كبيره، لان ايا كانت وجبه ايه مش فارقه. انا افضل بعد الفطار، لان انا بتكلم على طاقه. اوكي طبعا، ولازم ندير طاقتنا. الطاقه يعني لسه واحده صاحبتي تقول لي مش عارفه يا دينا انا بنام 12 ساعه وبصحى عايزه انام تاني، بسمعها كتير جدا، فبقول لها على طول جربي الب مالتي فيت. انت هتعيشي امتى؟ صاحبتك عايشه ده، ده حلم بالنسبه. ايوه، فقول لها لا جربي الب مالتي. لا ده بيضايق كمان يا كريم الخمول، انا عايزه انزل، عايزه اشتغل، عايزه احقق اهدافي، عايزه اتعامل مع الناس، فلازم يبقى عندي اعرف ادير طاقتي. هعرف ادير طاقتي بايه؟ بالب مالتي فيت. بالمناسبه اكتر ناس عرضه لنقص كفاءه الدم او نقص كفاءه خلايا الدم اللي عندهم، هل في ناس معينه، مهن معينه، ناس بيتعرضوا لظروف معينه دي بتخلي كفاءه عندهم وحشه؟ زي ما انا قلت، اول حاجه النباتيين اللي ما بياكلوش لحمه كتير، اللي عايشين في ناطحات سحاب، الاكسجين بيبقى قليل. كبار السن اكيد ده بيحصل لهم. اللي بيشربوا كتير المشروبات الغازيه دي مشكله، لان المشروبات الغازيه الكتير بتسحب الفيتامينات والمعادن. الله يطمنك، بتحبها؟ روح يا شيخ الله يطمنك. انا اللهم بلغنا اللهم فشل. هو انا من زمان عارف ان هي شيء مؤذي، يعني انا ما كنتش عارف مؤذي ليه بالتفصيل، بس لا ده لا الكل اجمع على ان هي مؤذي. انا كنت بحبه زيك كده، لكن خلاص انا يعني ممكن مره في الشهر، مره في نفسي من نفسي كده اخد بق، لكن اكتر من كده بطلت. ايا كان لون المشروب، ايا كان لون المشروب ده بيمتص كل الفيتامينات والمعادن. انا محتاجه الفيتامينات اللي باخدها، محتاجه الب مالتي فيت استفيد بيه. الب مالتي فيت منتج قيم جدا، لكن نبعد عن مدمرات الصحه. ده اكيد ده في ناس فاهمه ان هو يعني مهضم المشروبات الغازيه بعد اكله جامده، يقول لك بقى هات لنا شويه كذا. أيوة، عشان نهضم. نهضم؟ لا الكلام ده مش صح. الفيتامين انت هتاخد ده، الاكل اللي انت اكلته اصلا لن يمتص، هو بيمتص كل الفيتامينات والمعادن بتاعتك. لا، واكتر ناس كمان عرضه لقصه الانيميا او كفاءه الدم اكيد اللي عاملين عمليات تكميم وكده، طبعا بياخدوا نتيجه حلوه قوي وبيخسوا، بس الدكتور بيدعم لهم صحتهم بالفيتامينات والمعادن اكيد. واللي بيعمل دايت كمان، او اللي بتعمل دايت، الست الحامل بتفقد كرات دم حمراء، فده مهم، فهو آمن كمان للسيدات الحوامل. هو بالمناسبه، هل ده يتنافى او يتعارض مع فكره الدايت لو انت عامله دايت او واحده عامله دايت؟ اولا فكره المالتي فيتامين تضر بالدايت اللي هي عاملاه ولا بالعكس الدعم؟ بالعكس الدعمه طبعا جدا جدا. كتير من البنات عاملين دايت وبيستخدموا الب مالتي فيت، عشان الدايت بيديك على طول وش اصفر، عندي هالات سودا، انا كسلانه، انا تعبانه، انا مش قادره انزل، انا ما عنديش طاقه، فاكيد الب مالتي فيتامين هيدعم صحتهم جدا من حيث زي ما انا قلت الدم وكفاءه الدم، نضارة بشرتهم، عشان البنت اللي بتعمل دايت بتخس ووشها على طول بيبقى بهتان. لا انا مش عايزه ده، عايزاكي تخسي بصحه. تخسي بصحه ازاي؟ او حتى هتخس بصحه ازاي؟ لان رجال كتير وشباب كتير محتاجين ده برضو. هتخسوا بصحه مع الب مالتي فيت، زي ما احنا شايفين على الشاشه، كنا قرص واحد فيه كل فيتامينات، فيتامين سي، فيتامين اي، كالسيوم، زنك، نحاس، بي كومبلكس بجميع عيلته. اي سن ممكن ياخد، او ابتداء من اي مرحله سنيه ممكن يعني نخلي مثلا اولادنا ياخدوا المنتج ده؟ طبعا الب مالتي فيت ابتداء من 13 سنه، اول ما تعرف تبلع تاخده على طول، مفيش مشكله. لان كمان الحلو في الب مالتي فيت ان انا بقول عليه لايف تايم، الفيتامينات والمعادن اللي قلتها ووتر سوليبل، الاكسيد منها بينزل عن طريق البول، فما بخافش منه. اكيد فيتامين د المهم، بس فيتامين د لما نيجي ناخده تحت استشاره طبيب او بعد ما اعمل تحليل فيتامين د في الدم. هل في ناس عندها امراض مزمنه ما تمنع ان هم ياخدوا المالتي فيتامين ده، او اي نوع من انواع المالتي فيتامينز؟ الناس اللي عندها سكر، الناس اللي عندها ضغط؟ لا بالعكس، ده السكر والضغط مهم جدا يمشوا على الب مالتي فيت، لان الب مالتي فيت بيدعم لهم جدا نسبه السكر، يعني بيعمل توازن نسبه السكر. اي حد مريض ضغط او قلب اوريدي الفيتامينز اللي فيه بيظبط نسبه الكوليسترول، الكالسيوم بيظبط انقباض مهم لعضله القلب، الكالسيوم مع المغنيسيوم عشان الانقباض والانبساط.
مفيش حد ما يقدرش ياخد ألب مالتي فيت الا لا قدر الله لو في فشل كلوي بتستشيرك طبيب او بيستشيرك او لا قدر الله لو في تليف في الكبد لا قدر الله برضه تحت استشاره طبيب، لكن كلنا بلا استثناء نقدر نستخدم ألب مالتي فيت. انا بشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا، نورتينا واسعدتينا وافدتينا كالعاده بوجودك معانا دكتوره دينا ابو السعود. شكرا ليكي ونشوفك على خير ان شاء الله الحلقات الجايه، واكيد الشكر موصول بقى لكل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقه النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا معانا خصوصا في الفقرة دي بالتحديد، وكلام كان مهم جدا عن الدم وعن خلايا الدم. شوفكم على خير إن شاء الله في يوم جديد و10 الصبح في الأهلي. إلى اللقاء.